بشري مقدم ومعد برامج للعديد من البرامج التلفزيونية من مشاهير اليوتيوب وسناب شات، مختص بالتغذية والرجيم ومدرب في التنمية البشرية. حصلت على قناة يوتيوب أكتر من 70 مليون مشاهدة، يعني أنا مش عارفة أقول إيه أكتر من كده. حاصل على درع اليوتيوب الذهبي العالمي، قدم أكتر من 1500 حلقة تلفزيونية وإذاعية، صانع أمل في إنقاص وزن العديد من المتابعين من خلال الرجيم الأفضل، رجيم الغندور بلا حرمان، وطبعا كلنا عارفين الجملة المشهورة دي، من برنامج اليوتيوب شاي السحور، العيادة، دقايق لصحتك، المجلة الصحية، وأخيرا برنامج الأسد مع دكتور محمد الغندور. يعني لازم المقدمة تليق بيك يا دكتور، وطبعا احنا كاتبينها تاني على الشاشة لان انت فعلا فخر لينا. 70 مليون مشاهد خير، ربنا يجعله خير يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا على المقدمة الحلوة، شكرا جزيلا على اللقاء الحلو، تستاهلها بجد، ربنا يكرمك. انا بتفائل لما اكون معاك، دي لثالث مرة معاك. انت بتنورني وانا سعيدة ان انت كمان، يعني انا لازم اعرف الناس ان انت مش متواجد على طول في مصر. صحيح. فانت اول ما بتنزل مصر لازم بتكون معايا، ده طبعًا. شيء طبعا بيشرفني انا شخصيا. ربنا يكرمك ان شاء الله، وانا بتشرف اني اكون معاكم على المحور في برنامجي كمان في الطريق. ميرسي خالص يا دكتور، شكرا على المقدمه الحلوه طبعا، وبمسي على كل المتابعين اللي قاعدين بيتابعونا دلوقتي، وهنوعدهم ان شاء الله برجيم حلو النهارده. هنقول حاجات كثيره عن اشهر الاسئله اللي موجوده في الدايت، اللي هي ممكن تبطل الواحد وتعمل له زنقه تقول له انا مش قادر اكمل رجيم. دلوقتي هنبص ونزاي نحل. بصي قبل ما نبص، انا حبيت ان اهديك النهارده خيار وطماطم. دي مفاجاه حلوه جدا. والله بصي، هو مغير يا جماعه الستايل بقى، يعني مش جايب مش حلويات. المره اللي فاتت جبت لي حلويات، المره دي لا، لازم نجيب حاجه تانية جديده. ليه؟ لانه انتشرت كل حاجه، كل ما حد يروح بيجيب حاجه حلوه، صح؟ طبعا. فالسمنه بتزيد بتزيد دلوقتي، لا عايزين نجيب خضروات علشان نعمل حالنا الوقايه من الامراض والصحه، ونغير مفاهيم جديده. لانه عارفه الافلام المصريه زمان الابيض والاسود، كنت تلاقي الممثلين حاملين اللي هو عارفه القفص ده، القفص ده وداخلين فيه كده. دي انعدمت دلوقتي. فانا عايز نجدد الحاجات دي ونعمل مبادره جديده. اهدي لصاحبك خضروات، بطيخ، اي حاجه مفيده للجسم، مفيده لو ما استقبلكيش او حس حالك بتطلع عليكي من فوق لتحت، خبي الهديه واطلع فيها. هناخد عليها يعني، لما ناخد عليها ممكن تبقى. ميرسي خالص يا دكتور. يعني انا سعيده يا جماعه بالهديه دي، بس ممكن تكون مثلا افاده ليا، لان انا فعلا بعيد شويه عن الخضروات يعني، ودي حاجه مش كويسه. مش كويسه. وطريقه التقديم ازاي؟ يعني انت لما تجيبي بكيس، لما بصي دي عرفتي ان دي شكلها شيك قوي يا جماعه. انا بقول للدكتور ميرسي جدا، ان هو طبعا دي ثقافه جديده، انا سعيده بجد بيها. ربنا يكرمك، ربنا يديك الصحه. قولي بقى، لو هنبدا في رجيم الغندور اللي هو من غير حرمان، يا سلام، الناس اللي عندها الغده الدرقيه، يا سلام، يعني في تهافت على السؤال ده بالذات. الغده الدرقيه انا اتكلمت فيه موضوع وصل 2 مليون على اليوتيوب، بس هنقول مختصر. اول حاجه قبل ما تعمل اي رجيم، انا دايما بنصح نصيحتين لاي واحد بيبتدئ، يعمل تحليل الفيتامين د، يعمل تحليل الغده الدرقيه. انك انت مهما عملت من رجيم قاسي وشديد وكانت عندك خلل في دول الهرمونين او دول التحليلين، مش هيظبط معاك الرجيم. فالغده الدرقيه، خمول الغده الدرقيه اعراضها، اول حاجه ممكن في بعض الاحيان يكون عندك انتفاخ في الرقبه، ممكن ما يكونش. الحاجه الثانيه عندك نبضات قلبك بطيئه. الحاجه الثالثه انت بتسمن مع انك ما بتاكلش. طبعا. الحاجه الرابعه انت عندك اكتئاب ودبريشن. فبالتالي انا بنصح اي حد، وعندك امساك ولخبطه في الدوره الشهريه وانت بكرامه، فانا بنصح اي حد ممكن عنده خمول الغده الدرقيه من دلوقتي يعمل تحليل الغده الدرقيه. لما يبدا الدايت، لانه هو بيكون سمين، لما يبدا الدايت لما يعمل رجيم على طول ينزل. خلاص. النصائح اللي انا بعطيها لمريض الغده الدرقيه، خمول الغده الدرقيه، واحد انه لازم يعمل تحاليله كل 3 شهور، لانه مع اخذ العلاج ممكن الهرمونات تكون عاليه وممكن تكون نازله. أوكي. فلازم يكون في ضبط للهرمونات بتاعتي. خلاص. الحاجه الثانيه انه لابد انه يخفف من النشويات، السكريات، الخبز، المكرونه، البطاطس، الحاجات زي كده. طب هيقول لي طب انا لو ما اكلش خبز، انا المره الوحيده بقولش ما تاكلش خبز، دايما اقول كل خبز ما فيش مشكله. اوكي. هنبدل الخبز بايه؟ بخس. أوكي. يعني اعمل اي سندويشه، خلي الخسه فوق والخسه تحت، واعمل اي حاجه فيها جواها، فول، فلافل، جبنه، انت عايز بس تحرق. بس كتر من الخس. كتر من الخس. أوكي. فدي هتعمل حاجه ممتازه بالنسبه لك. فانت تقلل النشويات، تاخذ تحليلك بانتظام،
هتكون امورك ان شاء الله بحاجه ان شاء الله. طيب بص، اول حاجه لما نقول رجيم الغندوب الحلمان لازم نكون سعيدين مبسوطين. اوكي. لانه اول رجيم هو الرجيم، دايما الناس بتقول ان هو ده عذاب وانا داخل في مغامره فاشله. لا، اول ما تدخل تقول رجيم الغندوب يعني تبتسم، تكون سعيد، تكون مبسوط، الحياة حلوة، أنا مش داخل في عقاب. أول حاجة خلاص. هنتكلم على إيه اللي بيميز رجيم الغندور عن الرجيمات التانية. طب هو ليه انشهر ليه كده وصل ل 70 مليون مشاهدة؟ أكيد في حاجة نتكلم فيها، فهقول لك إيه السر بتاعه، ده المفتاح بتاع سر رجيم الغندور الحلمان. حلو قوي. أغلب الأطباء وأغلب الخبراء التغذية بيتكلموا إنه المشكلة في الشخص اللي هو معدته. فهو بقول لك هتاخد، طبعا مش يعني كتير من الناس، هقول لك تاخد بيضه مسلوقه الصبح وتوست بالليل ومش عارف ايه النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه. حل. لكن المشكله مش في المعده، المشكله في الدماغ. يعني هو اللي بيطلب الاكل مش المعده، اللي بيطلب الاكل الدماغ. العقل. يا سلام. فانا رجيم الغندور هو رجيم سهل جدا، انا بفهم كل شخص وبجلس معاه بقول له انت عايز ايه؟ انت ميزانيتك ايه؟ انا مثلا ممكن اكتب لك توست وممكن اكتب لك ستيك وانت معكيش ميزانيه ستيك طبعا، فيبطل كل الرجيم بتاعك لانه صح. انت ما راعيتيش الظروف إيه بتاعتي. فانا لا، انا بقول طب ميزانيتك 1000 جنيه في الشهر، انا هعمل لك كده فول مع عدس مع بقوليات، دي 1000 جنيه. انا ميزانيتي 5000 جنيه، لا خد ستيك، انت في سمك في حاجه كده، طب بنبدل السمك. دي ان دكتور يركز يا جماعه في الامكانيات، يعني دي يعني موقف انساني برضه. فلما تراعي الظروف دي حاجه مهمه بالنسبه لي. الدماغ انا بقول لواحد، اي واحد عايز يكمم معدته، قبل ما تكمم معدتك كمم عقلك، شوف عقلك هيطلب ولا مش هيطلب. انا معاك في النقطه دي، عشان انا باكل بالليل بعقلي مش بمعدتي. يا سلام. ببقى زهقانه صريحه، انا صريحه ببقى زهقانه، هو عايزه يعني بقوم اكل، وده غلط طبعا. طبعا يعني. ودي اللي هو الشهيه والجوع. فانت دي 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 شهيه. أوكي. ده جوع. حلو. بصي ايه الفرق بين ده وده؟ الشهيه والجوع. بصي الجوع لازم اكل، لو ما اكلتش انا ممكن اموت لا قدر الله. لا قدر الله. اما الشهيه لا، انت لو زعلانه هتاكلي، لو مبسوطه هتاكلي، لو فرحانه هتاكلي، لو الحلقه بتاعتك ضربت ترند هتاكلي. فدي عباره عن ترجمه مشاعر. فده هو اللي بيبطل الرجيم مش الاكل. حلو. فانا لما باكل بدماغي انا هكون منتصر على معدتي. على فكره دي مظلومه يا جماعه. والله مظلومه، ده انا لفيت فيها في كل القنوات، دي مظلومه. ده هو العقل. فانت لما بتروح الشغل مش 8 ساعات ما بتطلبيش اكل؟ لما تروح البيت هتاكلي كل عادة. فبالتالي العقل بيشتغل، عايز يشغل نفسه باي حاجه. فانت لما شغلت العقل، فانا دايما بقول للناس اعملوا هواياتكم، اتكلموا مع نفسكم، فاعملوا حاجات كتير. بتقول كلام حلو قوي، يعني انت المعلومه دي اللي هو انت بتروحي الشغل تقعدي 8 ساعات، خليتني افكر فيها وانا قاعده. فعلا احنا واحنا مشغولين ممكن ما ناكلش خالص. فعلا صح. وده اللي بيحصل في الصيام. احنا ما بنطلبش الاكل الا لما نشم ريحه الاكل اخر 10 دقائق قبل الاذان. مظبوط ولا طبعا. لا؟ فبالتالي انا لما اتحكم في ده هيكون اموري سهله. فبالتالي بعد ما اعمل كده واجلس مع الواحد واشوف النفسيه بتاعته عايز ايه، ما هو ممكن في انه في انا بعمل لناس رجيم شوكولاته وعايز ياكل شوكولاته، انا ليه امنعه من الشوكولاته؟ رجيم شوكولاته. معقول؟ على حسب ما هو الشخصيه بتاعتي. انا بلعب بقى بشوف وزنه وطوله، هو النفسيه بتاعته ايه، هيمشي وبينحفوا كتير، موجودين امثله كلها على قناتي على اليوتيوب. يعني احنا اي حد يا جماعه سال الاسئله دي كلها يدخل على اليوتيوب والدكتور هيخصص له الكورس اللي يمشي عليه، خصوصا لو يدخل على موقع الدكتور.